مساءكم سعيد خوتي خواتاتي، حلقة جديدة من طونبونس ديال المغرب سلمى رشيد، والمقطع الدعائي لأغنيتها الجديدة أنا والحب اللي ما كتفوتش 17 ثانية واللي حققت 527 ألف مشاهدة خلال 4 أيام. صوروا معايا 17 ثانية أشنو دارت في العباد. هذه مشي المرة الأولى اللي كتطلع بها سلمى رشيد للطوندونس المغربي بأغانيها العاطفية، من بينها سمعني نبضك واللي حققت 151 مليون مشاهدة، وأغنية همسة حب والتي حققت 8 مليون مشاهدة، وأغنية قلبي اللي بغى حققت 11 مليون، وأغنية الجدير جابوا الهوى في رصاصة الليل واللي حققت 29 مليون مشاهدة. السؤال دابا واش فيما غنات سلمى رشيد على الحب كطلع الطوندونس؟ غريب هادشي، واش عنده شي تفسير؟ واش خاصنا غير الحب في زمن كورونا؟ سؤال مهم امام المشاكل اللي عندنا في المغرب من بطالة وفقر وتهميش وزيد وزيد، خاصنا غير الحب؟ اش خاصك العريان خاصني الحب امولاي؟ احنا ماشي ضد الاغنية العاطفية والرومانسية واغاني الحب، احنا مع الاغاني اللي كتحمل رسائل للشعب المغربي وكتعالج القضايا المصيرية لهذا الشعب المحروم. احنا ضد الاغاني تنويم المغناطيسي وصناعة الغباء والتكلاخ، احنا مع الطوندونس بعمق ثقافي، احنا مع المقاطع الغنائية اللي كتحمل الامل للمغاربة وكتوجههم باش يعرفوا ذواتهم ويعرفوا الواقع ديالهم بشكل جيد بلا زواق. هذيك الساعة يجي الحب ويجي بضل. نتمنى من قلبي لسلمى رشيد كفنانة كبيرة وكصوت جميل تغني عن فقراء المغرب والكادحين وعن معاناة المرأة المغربية. إلى لقاء متجدد بحول الله مع الشباب وكل الشباب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.